اليوم ضيفتنا في كلمة راس راح يكون حوارنا سريع، وضيفتنا مستعيلة بعد ساعتين طيارتها. أخذناها بهذا الحوار في كلمة راس، معانا من سلطنة عمان الحبيبة أريج البلوشي، حياك الله. أهلين، مرحبا. مرحب يا أريج. بالبداية ودنا نعرف يعني البلوجرز، كونش كبلوجرز عمانية، كفتاة عمانية خليجية، شلون دخلتي عالم السوشيال ميديا؟ شلون الناس عرفوك؟ هو أساسا في البداية مثلا let's say Instagram accountي كان private، يعني كنت بلوجر بس بحساب private، وكان يجوني إضافات، يعني إنما أقعد أسوي أختار اللي أسوي له accept decline accept decline، يعني أختار على كيفي. فوصل حسابي على 6000 متابع وهو public private sorry. فمن ضمن هال private followers كانت معي رايتر من MBC ستايل. ممتاز. فهي ايش سوت؟ راحت جمعت حياتي كلها وكتبت لي ارتكل، ويعطيها العافيه يعني. انزين، فكتبت ارتكل عني انه عمانيه وجمال هندي، ويعني كتبت عني ارتكل محترم وحلو. فمن هالارتكل كل شيء صار فايرل. هي كانت السبب في انتشارك. بالضبط، ايوه كبدايه. فمن يومها انه انا صراحه تعبت اجلس اسوي اكسبت واكونت برايفت، فقلت خلاص يلا بابليك. اريج، يعني كونك كفتاه خليجيه عمانيه، في عادات وتقاليد تحكم الفتاه يعني بالخليج، شلون قدرتي يعني تكونين تنتشرين في السوشيال ميديا؟ هل اهلك كانوا موافقين ولا معارضين؟ هو طبعا اهلي ساندوني بهالمجال، يعني لو هم ما مسانديني بهالمجال ما كنت انا وصلت لهنا. بس يعني اهم شيء عندهم انه في حدود، في ليميت انه ما تعداهم، فدائما ايش الكلمه؟ احرص. تحرصين؟ احرص على انه ما يعني اتعدى الحدود. حدود بالضبط. اريج، يعني اليوم انت من عمان وتمثلين الفتاه العمانيه. هو بالضبط لاني يعني امثل عمان، فانا اريد اظهر بصوره زينه، اني اتمثل بلدي، ما اريد اظهر بطريقه انه يعني تسيء لهم. يعني اليوم أريج أنت تمثلين فتاة عمانية، شنو ودك تقولين حق الناس عن عمان، عن شعب عمان؟ شعب عمان شعب يعني ما أمدح نفسي بس أمدح شعبي. إنزين، إنهم شعب جدا مسالمين طيبين، ويعني معروفين بالكرم والضيافة وبالحلوة. بالحلوة. أيوة، مع أن شيتي هالمرة ما يبتي لي حلوة. أيوة. قلت لي ما تأكل حلوة. إيش والله ما أكل حلوة. قلت لي ما أكل حلوة. صح، هذه صدتيني فيها. أيوة. إنزين، فلا يعني عمان كبلد يعني بلد سياحي. إنزين، يعني إذا الواحد يريد يروح يسترخي لا يروح المالديف وغيره، لا خليج عمان. إنزين، هنا في الخليج وأقرب له. أي والله أحسن. أي والله. يا حالات أهل عمان وأهل مضياف وهالكرم. يعني اليوم أريج، يعني أنت اليوم في ناس وايد يتابعونك من الشباب ومن البنات، لكن إحنا إذا بنتكلم عن البنات اللي يتابعونك تحملين مسؤولية، يعني ممكن بنات كثير يقلدونك، فودهم يعرفون أريج شلون تهتم بنفسها، يعني شنو تنصحينهم؟ أنصح أي بنت، ما شرط البنت الخليجية، إنه يعني تسوي رياضة أهم شيء. إنزين، يعني خلي تحب الرياضة كثر ما تحب المكياج. ممتاز. أوكي، وتأكل عليك. مثلاً أنا عن نفسي أنا أكل اللي أريد أكله، ما أمنع نفسي ولا. بس بالمقابل قاعد تروحين الجيم. أروح الجيم أيوة، بس ما أنتزق في الأكل، يعني إذا أروح عزيمة ولا مناسبة. لا في كلمة ثانية كويتية أنت تقولوها. زوارة. إنزين، ما يعني ما أنتزق على قولة العمانية. لا تنتزق. ما أنتزق على الأكل أيوة، وأغوص في البرياني. لا. بس إنه يعني أجرب من كل شيء. زين أريج، يعني في الفترة الأخيرة سواء كمذيعين كمتابعين يسألون دائما الناس أو البنات المشهورين في السوشيال ميديا أو في الإعلام بشكل عام، هل أنت مسوي عمليات تجميل أو لا؟ هل تعتقدين ان من حقي انا كمذيع او من حق الناس تسال اذا انت مسوي عمليات تجميل او لا، او هذا الشيء ما يعني لي ان انا اعرف اذا انت مسوي عمليه تجميل او لا؟ شوف، مثلا انا في مجال السوشيال ميديا يعني حياتي كلها عامه ومفتوحه للناس. انزين، ف من حقهم يسالوا اي شيء، من حقهم اذا يريدوا يعرفوا اريج مسوي عمليه، اريج ما مسوي، اريج ايش مسوي، من حقهم يعرفوا. يعني عادي، انا ما اتضايق اذا حد يسالني، بس اتضايق لما الواحد يتهمني ان اريج مسويه. تريد تعرف أنا كم عملية مسوية؟ أنا مسوي عملية واحدة، عملية قلب. ما تشوفين شر والله بعد عليكم إن شاء الله. أيوة. عمليات القلب بس بنفس الوقت أنا ما ضد عمليات التجميل، يعني ما ضد إن الوحدة تريد تسوي عملية تجميل،
ولا اتضايق لما يسالوني الناس اريج انت مسوي عمليه تجميل. لا عادي بالعكس، يمكن بسوي يعني بيلي شويه ديفلوبشن وكذا يعني ان ذا فيوتشر. اريج بالفتره الاخيره في ناس وايد اهتموا ودخلوا عالم السوشيال ميديا من خلال السناب شات والانستغرام وتركت دراستها ووظيفتها، هل انت مع ان الشخص يترك دراسته ووظيفته من اجل الشهره؟ لا يعني انا عن نفسي يعني انا دارسه درست يعني انا عندي مجالي الثاني اللي هو غير السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هذا مثل هوايه يعني هذا الشيء اللي انا احب اسويه بس لا دارسه وعندي شهايد يعني دارسة. يعني ما تخلين على شهادتك عشان هوايه او لا عشان شهره؟ لا لا بس بنفس الوقت يعني انا انصح الواحد يتبع الشيء اللي هو يريده. يعني مثلا الشيء اللي انا دارسه اللي هو accounting finance business management مختلف تماما عن مجال السوشيال ميديا. فانا احس نفسي انه انا الحين انه لا انا اميل لهالمجال لان هذا هو الشيء اللي انا احبه. بس عقب ما اخذت شهادتك بس بعد ما اخذت شهادتي وكل شيء كونت نفسي. انا اعرف عندك هوايه غريبه يعني هي هوايه جدا ممتعه انك انت تتكلمين اكثر من لغه. شنو اللغات اللي تتكلمينها؟ ايوه اتكلم اكثر من لغه وهذه هوايه من صغري. طالع على ابوي لان ابوي كذا يحب يتعلم لغات يتكلم اكثر من لغه. يا اتكلم اول شيء اتكلم اللغه البلوشيه اللي هي اللغه البلوشيه. اوكي لغه البلوش. اي لغه البلوش انزين. واتكلم انجليزي عربي اتكلم اردو اللي هو نفس الهندي يعني اتكلم اردو وهندي وسبانش ورشن. اريج يعني لو بنقول لعشر سنين قدام وين ودك توصلين؟ شنو ودك تسوين؟ ان شاء الله يكون لي يعني عندي بلان للشورت تيرم واللونج تيرم ويعني ان شاء الله راح يكون لي بزنس خاص ما راح اتكلم عنه الحين بخليه مفاجاه. سكرت بس توعدين ليال الكويت انه اذا فتحت البزنس اول ما تنتين ليال الكويت. كل الشكر للبلوجر العمانيه الجميله اريج البلوشي. ان شاء الله اشوفك في المرات الجايه في زياره اوسع في استديو ليال الكويت. ونشكر كذلك فندق الجميره في مطعم بيبر ستيك هاوس. كل الشكر لهم.